طبعا علشان ده شيء جميل. لا هو حصل سوء تفاهم وخلاص يعني سوء تفاهم وخلص تفاهم وعدى يعني؟ طبعا انا يعني مبسوطه وجايه النهارده معاكم يا جماعه. ده مهرجان بلدنا ده مهرجان بلدنا مش اي حاجه تشيل المهرجان اي حاجه لازم نضغط عنها. حتى لو انا لبست الفستان علشان الترند طالما فستان محترم وطالما فستان يليق بالمهرجان وعليه ارفع المايك بتاعتنا يا جماعه ارفع المايك حسين شويكار وبحب قطع عليا طبعا و وي فاكر حمامه وفاكر اخترت الفانيلا على الدريس بتاعي على حسب اللي بتحبيهم. وانا بحب كل انا بحب كل النجوم على فكره وكان نفسي احط كل النجوم يمكن حتى في ناس من جيلي موجودين على الدريس. انا حبيت اعمل جميع الاجيال يا جماعه والناس كلها تبقى موجوده وان حاجه تبقى لطيفه يعني.